دكتور عبد الله، سمعنا اليوم خطيب عرفة يقول اتقوا الله، ونسمع دائما خطباء الجمعة، ونسمع دائما المشايخ اللي سواء في التلفزيون في كل مكان يقولون اتقوا الله. ما هي تقوى الله؟ حقيقة التقوى تقوم على ركنين، وهو فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله عنه. والتقوى ينبغي أن تكون عملا مطبقا في واقع الحياة، لأنه كما تفضلت نسمعها في خطب الجمعة في الكلمات الحث على التقوى. ما حقيقة هذه التقوى؟ هي وصية الله تعالى للعباد الأولين والآخرين، التقوى. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتفسير هذه التقوى كما فسرها أحد التابعين وهو طلق بن حبيب، قال: أن تعمل ما أمرك الله تعالى به على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. فالمسلم هو المتقي، هو الذي يلتزم بأمر الله ويطبقه، ويلتزم بنهي الله عنه فلا يقربه حينئذ. هذه التقوى باختصار. فلذلك ينبغي تطبيق العمل بهذه التقوى، والإنسان يحرص على أن يكتسب هذه المعالم العظيمة في التقوى في كل يوم في حياته، لأن الله تعالى يقول: وأن هذا سبيلي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والحديث عن التقوى في القرآن كثير، وأنت تقرأ والمسلمون يقرؤون أن الجنة أعدت لمن؟ المتقين. للمتقين. الجنة أعدت للمتقين، إن للمتقين مفازة. الجنة مقرونة بأهل التقوى، التقوى مقرونون بالجنة. فلذلك المسلم يحرص على تحقيق التقوى، فيحفظ بصره ولسانه وسمعه وجميع جوارحه لتتحقق به هذه التقوى، ويقدم لنفسه خيرا ما دام أنه قادر على العمل الصالح. هذا هو التقوى. التقوى هي العمل، التقوى هي الاتباع، التقوى هي التوحيد الخالص لله جل وعلا. إذا نقول التقوى هي تحقيق التوحيد الخالص لله، التقوى هي اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، التقوى هي تعظيم الله جل وعلا، التقوى هي قراءة القرآن الكريم، التقوى هي المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، التقوى هي التزود من النوافل، التقوى هي بر الوالدين، التقوى هي طاعة ولي الأمر، التقوى هي اجتماع كلمة المسلمين، التقوى هي عدم الغش، عدم الغيبة، عدم النميمة، وهكذا. هذه هي التقوى. ينبغي أن تطبق هذه التقوى في واقع الحياة، ولا أن نسمعها ثم لا نطبقها. الله تعالى قال في معاتبا بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. الإنسان عندما يسمع الحث على التقوى والأمر بها فليطبقها في واقع حياته حتى يستفيد وينال الأجر وينال الجنة التي أعدها الله تعالى للمتقين. جميل.